السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. حصريا يعني اخر اخبار شبيبه القبائل، عندنا رباعي شبيبه القبائل مستدعين للتدرب مع المنتخب الوطني الاولمبي من 23 الى 26 من الشهر الحالي. من هو هذا الرباعي تاع شبيبات القبائل؟ عندنا بوعاليا المايسترو حديد، وعندنا نايد سالم ونشاط. يعني هذا صراحة رباعي شبيبات القبائل الذي سيلعب بإذن الله مع المنتخب الوطني الأولمبي، وهذا شرف كبير يعني أنه تلقى أربعة من شبيبات القبائل، يعني أربعة لاعبين من شبيبات القبائل مستدعون للمنتخب الوطني الأولمبي. هذا يدل على قوة يعني شبيبات القبائل ولاعبين شبيبات القبائل، اللي نتمناه إن شاء الله أنه كلهم ينجحوا في المسيرة الرياضية تهم وكلهم ينجحوا في المسيرة تهم، ونتمناه كذلك يعني عودة الفريق إلى كامل قوته بإذن الله مع المدرب طبعا بوزيدي الذي يعود له الفضل، يعني اللي استطاع خروج يعني أو استطاع إخراج شبيبة القبائل من مرحلة الإنعاش التي كانت فيها. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لهم. فقط خليونا الآراء تاعكم في التعليقات، ماذا بينا إن شاء الله تشاركونا الآراء تاعكم في التعليقات باش ديما راح يوصلكم الجديد تاع الأخبار، وماذا بينا إن شاء الله ديروا لي جام، اللي ماشي مشترك في القناة يشترك أبوني وبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل ان شاء الله كامل الناس، سواء كانت عندك صفحة في الفيسبوك او في الانستغرام او في اي مواقع التواصل الاجتماعي. نتمنى ان شاء الله فقط الدعم، رانا ودني لك ان شاء الله بزوج قنوات، وراح تكون العودة بقوة ان شاء الله في جياسكا اخبار وجياسكا اخبار تيفي كذلك ديما ان شاء الله الجديد، وخليونا الاراء تاعكم.